من خلال هذا اللقاء. كرة ترسل عالية خطيرة، التقدم يأتي للترجي، نعم يأتي للترجي في الحديث عن الوصول لمرمى أيمن دحمان صعب، لكن الترجي يقول للوصول سهل، الترجي يقول للوصول سهل عن طريق غيث الوهابي. الوهابي ليس من عادة أيمن دحمان بأن يقع بخطأ بهذه الطريقة، وجماهير الترجي تحتفل في حماد العقربي، تحتفل في مدرجات